أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أن نستعرض معكم أبرز العناوين. في صحيفة الزمان، توقع تصاعد الهجمات واستهداف مصالح التحالف الدولي. في المدى، مرصد أوروبي لحقوق الإنسان، ضرورة اتخاذ إجراءات لعدم استخدام قوات أمنية لأغراض شخصية وحزبية. في القدس العربية اليمن، جماعة الحوثي تعترف بقرصنة سفينة إماراتية والتحالف يهدد. في العربي الجديد، أيتام العراق، مشكلات نفسية تهدد مستقبل أطفال ويافعين. في العربي 21، عريضة عالمية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أبو هواش. في التايمز، روسيا المستفيد الأكبر من تأجيل انتخابات مالي. وأخيرا في ساندي تايمز، الشبح والحرب الأهلية يطل على الولايات المتحدة. نبدأ من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني، حيث تستمر أزمة نتائج الانتخابات الوهمية في العراق وتداعياتها، ولا سيما بعد أن ردت المحكمة الاتحادية طلب ميليشيات الإطار التنسيقي المسلحة الذي أراد إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة هيكلتها لتخدم سيطرتها المطلقة على الحكومة والبرلمان وباقي مسميات العملية السياسية. وأصبح معلوما أن هذه الإجراءات هدفها تعطيل إعلان نتائج الانتخابات لفسح الوقت أمام ميليشيات الحشد الشعبي للضغط على الأطراف الدولية، وفي مقدمتها إيران وأمريكا لإقناع الأطراف الأخرى بضرورة تشكيل حكومة توافقية كما هو شأن الحكومات السابقة، وضمان حصة ميليشيات الإطار التنسيقي الأكثر قربا إلى إيران والمنفذة لسياساتها التوسعية العابرة للحدود. الانتخابات ونتائجها خاضعة لتهديد السلاح والعامل الخارجي، فمتى اتفقت إيران مع أمريكا وتقدمت مفاوضاتهم فإن النتائج ستعلن وسيتم الضغط على أحزاب السلطة لتشكيل حكومة تحت الوصاية الأمريكية الإيرانية لتستمر معها معاناة الشعب العراقي في ظل النظام السياسي الذي فرضه الاحتلال وأوصل العراق إلى حالة جنونية من التدمير الممنهج وفقدان السيادة، فضلاً عن الانهيار الأمني والاقتصادي وانتشار الفقر والبطالة والأمراض السرطانية المتزايدة وفقدان الأمل بحياة كريمة. وهذا الوضع المتردي دفع العراقيين إلى الهجرة خارج العراق لتكون البحار مقابر أخرى تنتظرهم، واستمرار الهجرة بحد ذاته دليل فاضح على أحوال العراقيين الكارثية والمؤلمة. وما يزيد الأمر سوءا أن العائلة العراقية أصبحت لا تأمن على حياتها وحياة أطفالها لا داخل بيتها ولا حتى خارجه، لأن أجهزة الأمن الحكومية المكونة من عناصر ميليشياوية لم تؤسس لحماية العراقيين بل لاستهدافهم. ومجزرة جبل في بابل التي راح ضحيتها 20 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال على يد قوات سوات، وجريمة اغتصاب الطفل حوراء ذات 7 سنوات من قبل أحد منتسبي وزارة الداخلية، شواهد ودلائل مؤلمة على جرائم هذه الجهات، وما خفي أكثر بشاعة لهذه الوزارات والقوات الحكومية الأخرى. ورغم كل الظروف الصعبة، فإن الميثاق الوطني العراقي يتحرك ويسعى جاهدا ليساهم في مواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع، ويعمل على نهوضه ووحدة قراره لاستعادة وطنه، ويتحرك خارجيا لبلورة موقف ينقذ العراق من محنته، لأن مشكلة العراق بدأت دولية بالاحتلال ومشروع التدمير عبر العملية السياسية. هذه الجهود تعمل بروح التفاني والإيثار لتوحيد القوى المناهضة والشخصيات الوطنية والشبابية المثقفة لتأسيس جبهة عراقية تصنع المستقبل المزدهر للمساهمة في نهضة العراق.
وقع أكثر من 350 ألف بريطاني حتى مساء الاثنين عريضة إلكترونية لسحب وسام فارس الرباط من رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. ذكرت صحيفة إكسبرس المحلية أن العريضة طالبت الملكة إليزابيث الثانية بسحب وسام الفروسية الذي منح قبل يومين لتوني بلير، لافتة إلى أنها جمعت أكثر من 350 ألف توقيع حتى اليوم. أصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مؤخراً وسام الفروسية، وهو أرفع وأقدم وسام للفرسان بالمملكة المتحدة، الذي يمنح معه لقب سير رسمياً للرئيس وزراء الأسبق توني بلير، ما أثار غضباً شعبياً. وبحسب صحيفة إكسبرس، فإنه ليس من الضروري الموافقة على منح الوسام من قبل رئيس وزراء البلد أو البرلمان، ودعت العريضة إلى ضرورة محاسبة بلير على جرائم الحرب التي ارتكبت إبان غزو العراق عام 2003 بدلاً من منحه وسام الفروسية. وتحث العريضة رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون على مطالبة الملكة لإلغاء الوسام الذي منحته قبل يومين لبلير، وتتهم العريضة أيضاً بلير بالتسبب بموت أعداد لا تحصى من الأبرياء والمدنيين والجنود من خلال جر المملكة المتحدة إلى صراعات مختلفة، وتعتبر أن هذا سبباً كافياً لمحاسبته على جرائم الحرب. ونقلت الصحيفة عن أنجوس سكوت مطلق العريضة قوله إن بلير سبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لدستور المملكة المتحدة ولنسيج المجتمع البريطاني أثناء توليه رئاسة وزراء البلاد في الفترة بين 1997 و2007. وفي 2016 اعترف نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت أن بريطانيا خالفت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق في أعقاب تقرير رسمي انتقد قرار المشاركة في الحرب، وقال إنه بني على معلومات مضللة. بحسب الصحيفة، فإن بلير هو أقل شخص يستحق الحصول على أي وسام شرف، لا سيما ذلك الذي يتم منحه من قبل جلالة الملكة. وأرسلت بريطانيا في عام 2003 خلال ولاية توني بلير 45 ألف جندي إلى جانب 130 ألفا من الولايات المتحدة لغزو العراق بذريعة امتلاكه لأسلحة دمار شامل. أمريكا لا تنوي إنهاء توسع وهجمنة إيران بالعراق. نستمع إلى مقال للكاتب سمير ناجي الجنابي. الولايات المتحدة ببساطة لا تملك الموارد اللازمة للحد من النفوذ الإيراني في العراق، فلا تزال نظرية مكافحة التمرد علماً جديداً وغير مستقر نسبياً. ولكن هناك إجماع عام على أن ما لا يقل عن 20 من قوات مكافحة التمرد لكل 1000 نسمة مطلوبة للسيطرة على التمرد بالنسبة للسكان العراقيين الذين يزيد عددهم عن 38 مليون نسمة. سيتطلب ذلك 768 ألف شخص لمكافحة التمرد، وهو عدد يفوق الجيش في الخدمة الفعلية وقوات مشاة البحرية الأمريكية. بالنسبة لإيران، ستحتاج إلى قوة عسكرية تتكون من 1,600,000 عنصر، أي ما يعادل القوة الإجمالية الفعلية للجيوش الأمريكية والبريطانية والألمانية. وأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مواجهة النفوذ الإيراني في بغداد لتلبية متطلبات الأمن القومي. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تدور اهتمامات الولايات المتحدة حول منع الهجمات الإرهابية ضدها وحماية الممرات الحيوية للتجارة، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة. وأفضل وسيلة لحماية هذه المصالح هي تحسين علاقات الولايات المتحدة مع اللاعبين الإقليميين والعمل على الحد من الصراعات. يتعين على الولايات المتحدة التفكير بتمعن في الهدف من تقليص النفوذ الإيراني في العراق، ففي نهاية المطاف لا تزال الولايات المتحدة تواجه المشكلة نفسها في العراق فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني.
نشر موقع جلوب أند ميل الكندي مقالا طويلا للأكاديمي توماس هومر ديكسون الباحث في معهد كاسكاد في جامعة رويال رودز، حذر فيه من انهيار الديمقراطية الأمريكية وتحولها بحلول عام 2030 إلى ديكتاتورية يمينية متطرفة. أقل هومر ديكسون إن انهيار الديمقراطية الأمريكية قد يطال جارتها الشمالية، وقال إن بعض الخبراء يعتقدون أن أمريكا قد تنزلق إلى حرب أهلية، متسائلا عما يجب على الجارة كندا المتحدة عمله. تنبأ الكاتب بانهيار الديمقراطية الأمريكية بحلول عام 2025 بشكل سيؤدي إلى العنف المدني، وبحلول عام 2030 إن لم يكن قبل ذلك ستحكم البلاد ديكتاتورية يمينية متطرفة. وأضاف أنه يجب علينا عدم تجاهل هذه الاحتمالات لكونها سخيفة أو من الصعب تخيلها. في عام 2014 كان اقتراح فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية أمراً مثيراً للغرابة، ولكننا نعيش اليوم في عالم باتت الغرابة فيه أمراً عاماً ومريعاً. وقال إن الأكاديميين الأمريكيين اليوم يدرسون إمكانية تدهور الديمقراطية الأمريكية، واليوم أراقب أزمة التفكك في الولايات المتحدة وأشاهد نقاط الالتهاب السياسية والاجتماعية بإشارات محذرة. واستمع للمعلق الإذاعي ثم التلفزيوني لاحقاً راش ليمبو الذي كان يدق إسفينه في طرف الصدع الأخلاقي للولايات المتحدة ثم يدق الطرف الآخر بمطرقة. وتحولت الولايات المتحدة إلى بلد بدون سلطة حاكمة قد ينزلق إلى حرب أهلية بحسب بعض الخبراء. وفي عام 2020 منح ترامب ليمبو وسام الحرية، وهو عمل كشف الكيفية التي تحول فيها الخطاب الشعبوي المتنمر الأبيض والنزعة الميالة للديكتاتورية إلى جزء من الخطاب الرسمي العام في الولايات المتحدة. وأشار الكاتب إلى عدد من المشاكل المادية التي دفعت الولايات المتحدة إلى حافة خسارة ديمقراطيتها، من كساد الدخل للطبقة المتوسطة والخوف الدائم من الوضع الاقتصادي والتحول من اليد العاملة إلى التكنولوجيا والعولمة وعدم التساوي في الثروة من بين عدة أمور. نحو استراتيجية فلسطينية جديدة، يكتب داود كتاب مقالا جاء فيه: جاهل في السياسة من لا يقرأ الكتابة على الحائط. نحن في الرمق الأخير لاستراتيجية الرئيس الفلسطيني محمود عباس المقتصرة على المفاوضات ثم المفاوضات والإيمان الأعمى بالمفاوضات. أولاً وقبل كل شيء، على جميع الأطراف التوقف عن إطلاق عبارات التخوين والتكفير السياسي وغيرها، واعتماد الصدق والمصلحة العليا في العمل على تقييم جدي وعملي وواقعي، ووضع استراتيجية منطقية يمكن أن يلتف حولها أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. الأمر الآخر المهم تحديد من هي الجهة أو الجهات التي تتكلف باتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية. لقد شكل إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحديد ممثلي الشعب الفلسطيني في المجلس الوطني إضاعة فرصة ثمينة كان من الممكن أن تساعد في قيادة عملية التقييم والتخطيط المستقبلي. والآن بدلاً من وجود قيادات شعبية محلية وفيشتات ممثلة للشعب، أصبحنا في غياب أي جسم تمثيلي، فمنظمة التحرير والتي تم إضعافها عن قصد أو غير قصد لم تعد الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني. الفصائل المنضوية داخلها وأهمها حركة فتح منقسمة إلى أكثر من تيار وتوجه، وسيكون من الصعب أن يخرج علينا أحد يمثل المنظمة بصوت واضح. والجانب الآخر ليس أكثر وحدة، ضرورة الوحدة ليست مهمة فقط من أجل الوصول إلى استراتيجية وبرنامج ونشاطات متفق عليها، بل هي أيضا مطلوبة بين الفصائل والشعب. فمن الخطأ ترك القرار في عدد محدود من القيادات في غياب عن المزاج الوطني الفلسطيني.
لابد من فتح المجال لقيادات جديدة يتم إعطاؤها فرصة للتنقل تعكس رأي الشعب الصامد ومزاجه. وكانت الانتخابات ولا تزال آلية ممتازة لتجاوز الوضع الحالي، إذ وصل معدل عمر الأشخاص في مواقع قيادية إلى سبعينياتهم. يقول الكاتب يوسف رزقة: مرة ثانية تثبت القائمة العربية الموحدة الفلسطينية داخل الخط الأخضر أنها بعيدة عن المفاهيم الإسلامية وتوجيهاتها، ولا سيما التي تتعلق بالمستويات السياسية وتداعياتها في القائمة الموحدة. صوتت إلى جانب بنات والأحزاب المتدينة المشاركة في الحكومة بمنع أمريكا من افتتاح قنصلية لها في القدس لتخدم الفلسطينيين. القائمة العربية المشتركة التي لا تشارك في الحكومة انتقدت موقف القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، وأحسب أن كل فلسطيني داخل الخط الأخضر وخارجه يدين موقف القائمة الموحدة، لأن قرار رفض افتتاح قنصلية في القدس يعني التأكيد أن القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وعليه وبحسب القوانين الدولية للسفارات والقنصليات في العالم لا يجوز فتح قنصلية في العاصمة لخدمة شريحة معينة مع وجود السفارة، ويمكن فتح القنصلية خارج القدس أي في رام الله مثلا كما يقول بنت. تصويت القائمة الموحدة إلى جانب بنت يعني أن الموحدة تقر السلطات الإسرائيلية على ضم القدس وعلى توحيدها وعلى اتخاذها عاصمة. ما حدث ليس خطأ في السياسة فحسب، بل هو خطأ في الفقه والشريعة، وهو من ناحية أخلاقية يعد عيبا وعارا على قائمة تمثل قطاعا من الفلسطينيين. الفلسطيني هو من يخلص لفلسطين، وهو من يدافع عن الحقوق الفلسطينية والقدس على وجه الخصوص. وفي ظني أن القائمة الموحدة في تصويتها هذا لا تمثل الفلسطينية الحقيقية، وأحسب أن ناخبيها سينفضون عنها في الانتخابات القادمة. يضيف الكاتب: أمريكا تريد قنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين في الضفة وغزة، والقائمة الموحدة التي تمثل الفلسطينيين في جنوب فلسطين لا تريد فتح هذه القنصلية. شيء لا يصدق، ولكن ثقتنا بالناخب الفلسطيني في داخل الخط الأخضر أنه لا يؤيد موقف منصور عباس وأنه مع القدس. أصبحت شركة أبل اليوم أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار، قبل أن تتراجع قليلا عن المستوى التاريخي بنهاية التعاملات، وذلك بفضل ثقة المستثمرين في الشركة التي تصنع هواتف آيفون في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع الافتراضي. ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي في وأبل ميوزك. استغرق وصول قيمة أبل السوقية من 2 تريليون إلى 3 تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة. والآن إلى الرسوم الكاريكاتيرية.
إذن مشاهدينا بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.